والآن استنتاج قيمتي السرعة الابتدائية في زيرو والتسارع A. إذن كما رأينا سابقا هنا علاقتين. علاقة الأولى ها هي ونصبناها في السؤال الأول V مربع تساوي 2 A X زائد V زيرو مربع، وهناك علاقة بيانية صبناها V مربع تساوي ناقص 4 X زائد 9. إذن لدينا علاقة خرجناها في السؤال الأول وعلاقة على البيان. لو كان ندير مطابقة بين العلاقتين إذن ماذا نجد؟ إذن بالمطابقة بين نسمو 3 و 4، العلاقة 3 و 4 شكون هما ذو 3 و 4؟ هذه نسميها العلاقة 3 خرجناها من السؤال الأول، وهذه نسموها العلاقة 4. العلاقة 3 خرجناها من السؤال الأول تاع إثبات العلاقة، والعلاقة 4 خرجناها من معادلة البيان. بالمطابقة ماذا نجد؟ نجد أن 2 A اللي هو ناقص 4 والفي 0 مربع هو 9. إذن 2 A يساوي ناقص 4 والفي 0 مربع تساوي 9. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن A يساوي ناقص 2 متر على السكوند مربع، هذه الأولى، ونستنتج أن السرعة الابتدائية هو جذر 9 اللي هو 3. إذن ضربنا عصفورين بحجر، خرجنا التسارع والسرعة الابتدائية. الآن ننتقل إلى السؤال الرابع، حساب شدة قوة الاحتكاك. حساب شدة قوة الاحتكاك F، أين نذهب؟ لقد وجدناها سابقا وسميناها سميناها 2 ها هي وينية 2 صبنا A تساوي ناقص F على M. إذن من 2 نجد F ماذا يساوي؟ F يساوي ناقص M A، ناقص هذا راكم فرزين وراه. إذن هذا الناقص إما نضرب الطرفين في ناقص تولي ناقص A تساوي F على M، ولا نجي لهنا مباشرة نضرب في ناقص تولي F تساوي ناقص M A. إذن F تساوي ناقص M A. ومن F تساوي ناقص M طوهنا بالجرام، انظر جيدا M 400 جرام نحولها إلى الكيلوغرام 0.4 والاش عصبناه ناقص 2 بضرب النقص في النقص زائد، اذا تعطيني 0.8 ماذا؟ نيوتن. هذا فيما يخص السؤال الرابع. نروح للسؤال الخامس، احسب المسافه والمده حتى يتوقف الجسم. حتى يتوقف ما معنى يتوقف؟ معناتها السرعه صفر. يتوقف معناتها السرعه صفر. اذا المسافه المقطوعه، المسافة حساب المسافة والمدة حتى التوقف. التوقف يعني V تساوي ماذا؟ صفر. منين نجيب المسافة؟ انظر جيدا منين نجيبها. لو كان نروحوا لهنا من 3 ماذا وجدنا؟ من 3 عندنا من العلاقة 3 خرجوا لنا عشان خرج اني باغي نخرج الاكس. اذا لدينا من 3 لدينا اللي هي العباره المطلوبه في السؤال الاول، لدينا ماذا؟ في مربع ناقص في زيرو مربع تساوي 2 ا اكس. هذه او هذه ما يهمش، نجوا لهذه مثلا، هاي نجوا لهذه. ها الاكس كيفاش يساوي الاكس؟ x يساوي هذه على هذه. إذن v مربع x ماذا يساوي؟ v مربع ناقص v زيرو مربع على 2 a. إذن عند التوقف في الفي النهائية صفر، إذن هذه تروح بالصفر، لأنه توقف. إذن شا تعطيني؟ تعطيني ناقص v زيرو مربع على 2 a. الفي زيرو ها هي وين 3، نربعوه يولي 9 ونديروا له النقص يولي ناقص 9. 2 a ها هو a،
راه ناقص 2 في 2 يولي ناقص 4. اذا اكس يبقى 1 25 متر، او عفوا 2 25، 2 25 متر، 9 على 4. اذا ننتقل الى المده. المده منين نجيبوه؟ هو الزمن. الزمن منين نجيبوه؟ عندنا خياران، اما نجيبوه منا، لكن من الافضل نجيبوه من الافضل نجيبوه منا يا الزمن، افضل تفاديا للمميز والى اخره، نخرجوا الزمن منا. قولوا لدينا مما سبق V تساوي AT زائد V0. بما أن الجسم راح يتوقف، إذن الـ V نعدموه صفر. إذن شو تولي لي صفر تساوي AT زائد V0. إذن T ماذا يساوي؟ ننقل V0 بالناقص على A. إذن ناقص V0 هو 3، الآن هو ناقص 2، إذن 1.5 سكوند. هذه المدة التي استغرقها للتوقف التام. الآن ننتقل إلى السؤال الأخير. أرسم منحنى في مربع يساوي اف اكس في حالة سطح أملس. في حالة سطح أملس، ما معنى كلمة أملس؟ كلمة أملس أي احتكاك صفر. إذن رسم منحنى في مربع يساوي اف اكس في حالة سطح أملس. إذن سطح أملس معناتها احتكاك، أي ماذا؟ F صفر. عندما تكون F صفر شيء صرا، نجو هنايا القانون نيوتن. إذن في قانون نيوتن شا صبنا؟ صبنا باللي ناقص F تساوي أم أ. كي يكون F صفر ماذا يحدث؟ يحدث صفر يساوي أم أ، وكي يكون صفر يساوي أم أ شيء يبقى الـ A صفر. إذن بما أن F يساوي صفر معناه A يساوي صفر، وكي نقول A يساوي صفر معناه V ثابتة، وكي تكون V ثابتة كيف يكون منحنى؟ يكون أفقي. لو كان نرجع لهنا يا ها هو المنحنى يولي أفقي، لأن V تولي ثابتة والV مربع ثابت. إذن هذا هو المنحنى في حالة قوة احتكاك مكاش. إذن نرسم المنحنى X V مربع، إذن نحصل عليه 9 ثابتة. هاي 9 ثابتة، لماذا؟ احتكاك مكاش. إذن احتكاك مكاش نجول لهنا يا مثلا احتكاك مكاش، إسقاط هذا صفر، إسقاط هذا صفر، إذن محصلة القوى صفر، A يساوي صفر، V ثابتة. إذن مدام V ثابتة نحصل على هذا البيان. وفي الأخير نتمنى لكم استوعبتم هذا التمرين. في انتظار حصص مقبلة، تقبلوا مني كل الاحترام والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.